يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أذن المؤذن وأنا في البلد ثم سافرت، فهل أصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ إذا إيش؟ إذا أذن المؤذن وأنا في البلد ثم سافرت، فهل أصلي؟ وجبت عليك تامة إذا أذن المؤذن أو دخل الوقت، حتى لو لم يؤذن، إذا دخل الوقت وأنت في البلد ما بعد بدأت السفر، فإنه تجب عليك الصلاة تامة. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.